واغثني وطلعني من حالة الصدمة اللي انا فيها. قولي ايه هما قالوا ايه في الفيديو ده؟ اولا اسمحي لي ارحب بحضرتك وبالساده المشاهدين واشكرك جدا على استضافتي. حضرتك الفيديو بتقول يوم 7 اكتوبر. معلش حضرتك تعلي صوتك يا دكتور اشرف من فضلك. نعم ممكن حضرتك تعلي صوتك من فضلك. اوكي. كلمات الفيديو بتقول في يوم 7 اكتوبر قامت حماس بعمل مذبحه رهيبه في اسرائيل، قتلوا 1400 اسرائيلي وذبحوا اطفال وقطعوا رؤوسهم واعتدوا على النساء امام اطفالهن واغتصبوا الفتيات بوحشية واختطفوا أكثر من 200 من الأبرياء. وأنا اليوم أيضا أصبحت أعرف يا دكتور معلش ثواني يعني هم بيقولوا إن أنا قلت كده يعني اللي موجود صوتي ده هم مخلينه يقول كده بالظبط كده إن أنا ضد فلسطين وإن أنا مع إسرائيل. يا خرابي أمام إسرائيل ضد حماس. يا سلام وتتحدثين اللغة العربية بطلاقة. شهد شهد من اهلها. هو انا يا جماعه انا بعرف اتكلم عبري؟ انا معاكم. اللي قاعد يتريق عليا انا موافقه. انا بعرفش اتكلم عبري. دي بتعرف تتكلم عبري بطلاقه يعني اسرائيليه رسمي تتكلم عبري صح يا دكتور اشرف؟ احسن مني بقول لحضرتك. ها بتتكلمي عبري احسن مني. بس بقى هو ده. اتفضل كمل. هما بيقولوا ايه في التحريف اللي عاملينه ده؟ هو ده دي كل الرساله. لكن لاحظي حاجه، الشغل ده مش شغل هواه، ده شغل واحد محترف ومش اي محترف. يعني لو بصيتي على الفيديو، طبعا عشان يتعمل بالشكل ده لازم ينزل الاول شكل حضرتك من اليوتيوب بالفيديو عشان يشوف الحركات بتاعتك انت بتتكلمي بشكلها ايه عشان يعمل زيها معايا. بعد كده بيستخدم ملفات معينه من الذكاء الاصطناعي عشان يعمل فيديو قريب، وبيستخدم حيل صوتيه من الذكاء الاصطناعي عشان يخلي الصوت بتاع الفيديو زي صوتك بالظبط معايا. فالفيديو ده مش شغل واحد هاوي، ده شغل واحد محترف. ارجح حاجه انه يكون تابع لاحد الاجهزه الامنيه. احنا عارفين ان الاجهزه الامنيه في اسرائيل عندها وحدات بتشتغل الانترنت، منها مثلا الوحده 8200، منها الوحده جامعه، منها وحده شحاتين، وحده ماتيور، وحده ادم، في حوالي 10 وحدات اسرائيليه بتشتغل الانترنت. كل وحده لها اكثر من مسار، كل مسار فيه اكثر من مجموعه كبيره من الاشخاص بتشتغل. هدف الوحدات دي انها تعمل معلش يا دكتور معلش واحده واحده يا دكتور. يعني هم دلوقتي اخذوا الفيديو بتاعي وقعدوا على ترابيزه اجتماعات وشافوه وحطوا خطه ورؤيه ومقترحات انه ازاي يتعاملوا مع هذا الفيديو، وبعدين راحوا الفيديو اتعرض على مجموعه عمل الاول. نعم عشان الفيديو ده اتعرض على مجموعه عمل الاول عشان تقول الفيديو ده يصلح نعمل بيه ايه. واخد بال حضرتك؟ فمش بس مش ده مش اجتماع واحده، غالبا مجموعه اجتماعات، لانه كل وحده من الوحدات اللي اشتغلت في الفيديو ده كان فيها مجموعه بتتداول فيه بتبحث نعمل فيه. يعني حضرتك عديتي على 15 واحد تقريبا عشان يطلعوا الفيديو ده. من اي جهه مجموعه العمل دي؟ مجموعات عمل كلها من المخابرات العسكريه الغالب. ابرزها زي ما بقول لحضرتك وحده اسمها 8200، ودي اللي بتشتغل على الانترنت بشكل انا مباشر. طلعت وشرحتها ودخلت ناس وشرحوا عمليه 8200. وفي وحده اسمها ادم، دي بتجمع بقى بين شغل اللغه العربيه. دي جديده معرفهاش. بيجمعوا الحاجات الشغل بين اللغه العربيه والكمبيوتر، هم اللي بيعملوا الشغل الفني بقى في الحته دي. طيب ممكن اسال سؤال عايزه له اجابه؟ أمك. لماذا كل هذا الهوس من الفيديو اللي انا عملته؟ يعني هل مثلا خضهم؟ هل عمل تاثير؟ هل تسبب في حاجه حصلت؟ خايفين من تبعياته؟ يعني لماذا؟ لماذا؟ انا امبارح قلت لحضرتك انه رغم ان الرساله كانت منقوله بلغه ركيكه الى حد ما. ايوه انا بعترف عشان ده انا مش انا يا جماعه، انا ما بعرفش عبري خالص وكانت لغتي العبري وحشه جدا جدا. لكن رغم كده انتشرت معايا انتشار مره في الهشيم. 5000 واحد بيتداولوا الرساله. مواقع كتير كده بتداولها كم رؤيه مستهدفه لا يمكن تتخيليه. واخد بالك؟ فبالتالي رغم الناس اتريقت عليها على اللغه، لكن الرساله وصلت.
انا عايز يرد على ودليل انتشارها ان هم فبركوها وعملوها على هواهم. ما هو ده عشان يرد على الرساله. هي دي النقطه. اقول لحضرتك بقى حاجه غريبه جدا. اتفضل. ال- 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 الفيديو اللي اتعمل ده انا حاولت اشيره، اعمل له شير. ما بيتعملوش شير. انهي فيديو؟ الاصلي ولا المحرف؟ لا المفبرك. المفبرك. اولا قفل التعليقات عليه، مش عايز حد يعلق. معايا؟ ودي حاجه غريبه بالنسبه لواحد بيشتغل عادي على الانترنت. يا سلام. قفل التعليقات. يعني منع التعليقات الاسرائيليين كمان. منع الشير. منعا تاما. فبالتالي انا متوقع طبعا بعد ما اقول الكلام ده انه يغير حاجه بالحاجات دي، لكن لحد دلوقتي الكلام ده هو الحاصل. واخد بال حضرتك؟ إيه هو عايز ايه؟ هو عايز المشاهد الاسرائيلي ياخد كلامه ثقه، ما يعلقش. اللي هيعلق مش مطلوب. اللي هيقول لا الكلام ده مفرغ مش مطلوب. اللي هيشاور ويعلق عليه يقول ده في حاجه غلط مش مطلوب. هو عايز الناس تاخده كانه مقتدر بيه. فبالتالي قافل الشير وقافل التعليقات. قافل الشير وقافل ايه كمان؟ التعليقات. طيب قول لنا ايه اللي بيحصل في اسرائيل دلوقتي؟ هل في مظاهرات؟ في اضطرابات؟ الناس وصلوا حقيقي لبيت نتنياهو؟ وقفوا قدامه وعملوا وقفه؟ اللي بيحصل في اسرائيل دلوقتي حالا يعتبر بدايه لتمرد جديد على نتنياهو. هو تمرد لحد قبل الحرب. تمرد على نتنياهو. كان في حاله تمرد فعليه في المجتمع الاسرائيلي قبل الحرب عشان التعديلات القضائيه. خلي بال حضرتك اللي حصل في 7 اكتوبر انه الحكومه الاسرائيليه سمحت بدخول حد عمل عمليه فدائيه، وكانوا متخيلين انها تبقى عمليه صغيره علشان يقولوا للناس المتمردين على نتنياهو ضد التعديلات القضائيه دول انتوا شغلتوا الامن عن الحدود فارجعوا لبيوتكم. فبالتالي يفضوا المظاهرات بجره قلم، ومحدش يقول لهم انتوا عملتوا كده ازاي. لكن اللي عمله حماس كان يفوق التوقعات بكثير، فبالتالي ادى انه في غضب الشارع الاسرائيلي من اللي حصل، في غضب الشارع الاسرائيلي من تقصير الاجهزه الامنيه الاسرائيليه، التقصير المتعمد لانهم تعمدوا التقصير حتى يستطيع احد ان يدخل ويعمل عمليه في ايه. والكلام ده انا مش بقوله دلوقتي، انا كاتب الكلام ده من شهرين، قلت انه هيحصل قريب قوات الامن الاسرائيليه هتسيب ثغرات يدخل منها فدائي لعمل عمليه فدائيه عشان يحمروا عينيهم المتظاهرين يقول لهم كفايه كده شغلتوا الامن اقعدوا في بيوتكم. واحنا كمان في رسالتنا يا كمان اتكلمنا على على موضوع الأسرة، انه نتنياهو مش خايف على الأسرة. معلش يا دكتور انا عايزه اجابه، هو دلوقتي الحصار اللي معمول لاهل غزه، هو مش من ضمن اهل غزه دول الأسرة ولا دول بتدخل لهم معونات تانية؟ حضرتك بص للحصار بس. اللي بيحصل دلوقتي انه ومعرضين للقصف زيهم زي اهل غزه اكتر شويه. الطيران الاسرائيلي بيقصف اماكن يعتقد ان الاسرى محتجزين فيها، لانه مش عايز يوصل لنقطه مساومه على اطلاق سراح الاسرى في مقابل الاسرى الفلسطينيين، فيقول لك لو ماتوا يبقى خلاص المشكله دي اتحلت. ومن ناحيه ثانيه مش عايز حماس يحقق انجاز بيهم. طيب ان هو يقصف الاماكن اللي بيظن ان فيها الاسرى، هل ده سياسه جديده للاحتلال؟ يعني لا. انا فاكره ان هم قعدوا يتفاوضوا على جندي واحد 5 سنين يا دكتور، وكانت قضيه مختلف. راي عام. الوضع مختلف. ايه الاختلاف بقى؟ هقول لحضرتك الاختلاف. اولا جلعاد شليط اللي تفاوضوا عليه مده طويله ده كان طيار وبيؤدي مهمة لو سقط في الأسر. يعني الطيار ده روحه أهم من أرواح الشعب؟ كتير. طب ما هو الأسرى في منهم عسكريين يا دكتور. السياسة اتغيرت ازاي؟ في العملية العسكرية الأخيرة اللي هي حائط الصد اللي كانوا عاملينها العملية اللي فاتت على طول. سقطت مجموعة إسرائيلية في كمين فلسطيني وحوصرها. وعشان يخلصوا من الموقف ده لأنهم كانوا هياخدوهم أسرى. طلعوا الطيران الاسرائيلي دك المنطقه الفلسطينيه في اسرائيل بشكل. دي سياسه اتبعها نتنياهو من اول ما بقى مسؤول. بس دي سياسه جديده يا دكتور اشرف. اسير موتوه، اللي هيدخل اسير موتوه. دكتور اشرف دي سياسه جديده. سياسه نتنياهو بقى لها 5 سنين دلوقتي. وعشان كده الشعب منقسم عليه؟ في كثير من الاحيان الشعب ما بيبقاش فاهم الحته دي، لكن الشعب دلوقتي منقسم عليه لانه حاسس انه في اهمال في ملف الاسرى.
في اهمال في ملف الامن، وبالتالي هو عايز تحقيق في الموضوع ازاي الناس دي كلها فقط اسره، وازاي الامن ما تمكنش من انه يلتفت لانه في ثغرات او ترك ثغرات متعمده عشان يخش من خارج الحماس. طيب في سؤال دلوقتي جه على بالي بيطرح نفسه يا دكتور، هل نتنياهو خايف من مواجهه شعبه في حال توقف الحرب على غزه؟ هو مش بس خايف، هو نتنياهو واثق انه سيسقط سقوط ذريع بعد توقف الحرب على غزه. الله، سقوط مدوي. يبقى هو من مصلحته ان الحرب دي ما تخلصش، وسيحاكم وسيسجن لانه عنده قضايا فساد زي ما حصل مع يهود اولمرت بعد حرب لبنان 2006، وسيحاكم من شعبه وسيحاكم دوليا صح؟ لا لا لا، مش هيحاكم دوليا، هيحاكم من شعبه لمخالفات متعلقه بالفساد بالظبط، ويسجن زي ما حصل مع يهود اولمرت. يهود اولمرت لما فشل في حرب لبنان حكم عن الفساد وسجن، فده مصير نتنياهو غالبا. يبقى ده سبب من الاسباب اللي مخليه مش عايز يوقف الحرب، قولا واحدا ان هو عارف حجم الانفجار الداخلي اللي هيحصل في وشه من شعبه. مش بس كده، مش بس كده، الصحافه الاسرائيليه بتقول انه في خلاف بين نتنياهو وبين قيادات الجيش، لانه عايز الجيش يخش بري دلوقتي والجيش بيقول احنا لسه مش جاهزين لدخول بري. احنا شفنا فيديو لضابط في الجيش بيتخانق مع القائد بتاعه بيقول له انا اصحابي كلهم ماتوا، بيتخانقوا مع بعض انه مش عايز يدخل في الحرب دي. وفي فيديو تاني لجندي في الجيش بيهاجم نتنياهو بيقول انت قتلت اصحابي، انت قتلت زمايلي. ما هو ده كان بيهاجم نتنياهو نفسه. كان نتنياهو في زياره، واضح ان نتنياهو الحقيقة نهايته هتكون أقرب مما نتصور.